في الصورة. فرحة وتأثر وعناق، هكذا كان رد فعل والدة سلمى بهجت أثناء مغادرتها للمحكمة بعد صدور قرار القاضي بإحالة أوراق المتهم إسلام فتحي إلى المفتي. الحكم يأتي بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية التي أكدت أن المتهم لم يعاني من أي اضطرابات عقلية أثناء ارتكابه للجريمة. المحكمة بالجلسة السابقة كان قرارا حكيما بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية حتى يقفل الباب على الدفاع في حالة طعن على الحكم، لأنه لم يستجيب، لأنه طلب جوهري. المحكمة أحالته، وجد تقرير النهاردة قال أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا حرية الاختيار. تفاصيل الجريمة البشعة تعود إلى شهر أغسطس الماضي، حينما انهال الجاني على زميلته طعنا بسكين في الشارع لرفضها الارتباط به. مرافعة النيابة العامة أكدت على ثبوت النية المسبقة للقتل، مطالبة بإعدام الجاني. هذا الحكم هو حكم طبيعي. النهاردة إن شاء الله هننتظر نطق المحكمة بالحكم يوم 7/11 كما هو ورد في قرار المحكمة بعد الحال المفتي، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية اللي هي الطبيعية، فاضل يعني آخر حلقة، وهو لكي يكون الحكم صحيحا وقابل للتنفيذ. مرحلة النقض إن شاء الله هتكون بعد ذلك عقب صدور الحكم 60 يوم. الحكم السريع كان محل ترحيب من أبناء مدينة الزقازيق، خصوصا بين الفتيات اللواتي شعرن بالخوف من تكرار هذه الحوادث في فترة قصيرة. أنا مبسوطة جدا بما إن أنا بنت من بنات الشرقية بعيدة عن شغلي إن أنا صحفية، أنا طالعة من المحكمة النهاردة راضية عن الحكم، وإن الحكم كان سريع. إحنا كنا قاعدين قلقانين إن هي تتأجل تاني. لا، مش هتبقى ظاهرة طبعا، لأن طبعا ده اتحكم عليه بالإعدام، محمد عادل اتحكم عليه بالإعدام، فطبيعي الكل طبعا هيخاف يعني يعمل كده. وفي انتظار جلسة المفتي المحدد لها جلسة 3 نوفمبر المقبل، يبقى التساؤل مستمرا حول الأسباب النفسية والاجتماعية وراء انتشار هذا النوع من الجرائم. أحمد عثمان، الحدث، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية.